تونس. انت جيت من بجايه، انا جيت من الجي. سي جامتين دوف لامتين، ها سي جامتين دوف، جماعه جات من تيزي وزو، والاخر دوك يجي من بالعباس، يجي من وهران. شوف البعد تاع تاع التضامن، ما فيهش حدود. الله يسترك. لا تزال مغامرات اليد في اليد تصنع الحدث بحضور شبان الجزائر من كل الولايات، يأتون من أجل المساعدة والتضامن لا غير، يكرسون جهدهم ووقتهم وحتى مالهم من أجل إرجاع البسمة لإخوانهم من مختلف الولايات. تتوالى الأيام والعمل التضامني يأخذ مساره الحسن لحد الساعة. مرحبا بكم، مرحبا بكم شاف، جبت لنا غير الشبيب والله يبارك. شاف السلام عليكم، تفضل معايا. او بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. هذا هو روح التضامن يا حضرات اللي حبيت نوريه للشعب الجزائري، اللي حبيت نوريه للكل من المشاهد الكريم. ما شاء الله عليكم، سمير ولا عبد الحكيم كان خوكم زميلكم، العمل النبيل اللي قمتوا به ولا تقوموا به يوميا، وزيدوا له شويه ونقوموا بهذا العمل النبيل اللي نعاودوا له الدار. الحلم ديالو يا ناس، الحلم ديالو. مرته كانت تقول لي كي كانوا يشوفوا في ليميسيون ديالي وفي الحصه، يقول هيا نبعثوا الميساج الناعم بالك يجي يعني يكملنا الدار. الحلم هذا حلم، لكن غدروا يد مجرم وقتلوا شهيد الواجب. اذا هذا واجب علينا كمواطنين، واجب عليكم كشرطه، كزملاء، كاخوه، كعائلته الثانيه، انه نمدوا له يد العون. حضرات، انا خاطبت الشرطة، انت تقدر تخاطب المواطنين والشرطة لأنهم مواطنين في أول وقت. أنا الخطاب تاعك ويمشي عندهم في زوج، باسكو هذا مواطن وهذا مواطن، دونك خطاب واحد يكفيهم في زوج، في زوج مواطنين. احنا اليوم رانا هنا باش نزيدوا الإضافة لمديرية العامة للأمن الوطني عاونة العائلة، وراح نزيدوا إضافة يعني الكم الهائل هذا تاع المواطنين وتاع رجال الشرطه اللي يخدموا مع المرحوم، راح يمدوا يعني المزيد. وعندنا مفاجاه صغيره نزيدوها للعائله. تفضل سي بودرصه. سي بودرصه، سي بودرصه رئيس الامن العمومي. حضرات واش راكم؟ لاباس الحمد لله. هذه سيتين سوم، سيتين سوم نعطيوها للعائله. ما شاء الله نزيدوها للعائله. ما شاء الله، اون بليس التطوع. اسمح لي حضرات نقاطعك، انا في الحصه كلش شفافيه، كلش. قل لي شحال كاين في هذا الانفلوب؟ كاين اكزاكتومون 55 مليون و800. الله يبارك، الله يبارك. هذا من طرف امن ولايه، امن ولايه قسنطينه. بلا ما نسب للمديريه العامه للامن الوطني، ديجا مدت مبلغ مع الاول كما فهمتي في النهار الاولاني. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم.